في باب التبرك ذكر فائدة مفيدة جدا. في التبرك ذكر قول الله سبحانه وتعالى قال في باب التبرك ذكر أفرأيتم اللات والعزى، يعني ما شأن هذه الأصنام التي تعظمون وتذبحون لها وتتقربون إليها، ما فيها بركة. أفرأيتم اللات، رجل صالح كان لت السويق للحال، والعزى ومناة الثالثة الأخرى يعني متأخرة حقيرة ذميم، مفهوم؟ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقال في الحديث من الصحابة رضوان الله عليهم كان المشركين سدرة نوع من الشجر ينوطون، يعني يعلقون، يعلق الأسلحة بالشجرة لأنه يعتقد أن الشجرة هذه إيش تعطي السلاح إيش بركة. ولهذا تمر في بعض الدول وتجد الأشجار معلق عليها أقفال وخيوط، واللي يبغى كذا يروح يعلق، صح ولا مليان حدث ولا حرج، خاصة عند القبور، عند القبور تعليق. نعم يا أخوان أنت الآن تبغى حاجتك تنحل ولا تنعقد؟ ها تنعقد، يروح يعقدها عند القبور، سبحان الله، يعني زيدها تعقيد على تعقيد، هذا مقبول جيفة، كيف ينفع وضوء وتعقد حاجتك عنده، عقدتها زيادة على التعقيد تعقيد، نسأل العافية السلام. فكان يعتقد أن هذه الأشجار تعطي السلاح قوة. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو صادق بلا قسم، لكن حتى يؤكد الأمر، هذا أسلوب عربي معروف، لتتبعن سننا، وفي رواية سننا من كان قبلكم. قال في المسائل، قال فيه التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، يعني إنسان عند يقول الله أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قال أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلب بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر أو بشرك. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول الآن مثلا قبل والله يمكن 12 سنة حجز كذا، في واحد كان رافضي، رجل رافضي وتاب وألف إيش في ضلالات الروافض الشيعة، لكن ما يصح أن يقال عنهم شيعة، الصحيح أن يقال عنهم روافض، هذه التسمية الصحيحة. فألف كتاب، جاء العلماء عندنا ومنهم شيخ الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله، قال لا هذا الكتاب ما يصلح، ليش يا أخي هذا يعرف القوم كذا. قال لا، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك، يعني ممكن يكون عنده خلل في الاعتقاد وإحنا ما نعرف، لأنه الآن حديث عهد إيش بإسلام. طيب وش كنت شيخ الإسلام ما تكلم في الرافضة؟ تكلم، إذن أفضل. لماذا يا أخواننا لا نقرأ لهؤلاء؟ لو طالب علم جديد ألا شيخ يعني مبتدئ ما تقرأ، تقرأ للعلماء الكبار، هذا يقول لك، فلا تسمع لهؤلاء، يعني حتى لو كان منتقل وقال انتظر نبغاك تدرس عندنا وتتعلم حتى يشهد لك العلماء وتزول الأمور اللي كانت عندك، لأنه بقية أشياء عنده من الباطل لا يدري عنها، مفهوم يا أخي؟ يا أخوان كم مرة يقول لكم العلماء لا تقرأ ولا تسمع إلا لكبار العلماء. اليوم نسمع لكل ناعق إلا من رحم الله، صح؟ يوتيوب هذا يقول منبر من لا منبر له، نسأل العافية السلام، الله المستعان. وتسمع وتسمع وتأتي أسئلة، يقول والله سمعت فلان يذكر حديث، يا أخي ليش تسمع له؟ حتى هذا ما يعرف درجة الحديث ولا يعرف الحديث، ليش تسمع لفلان وعلان؟ الله المستعان. طيب بهذا انتهينا من هذا القسم، وهو القسم أي قسم ثاني
تفسير التوحيد. الثالث أراد أن يبين لك أنه لا أحد يستحق أن يعبد من دون الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غير باب أولى، وإذا بطلت عبادة الملائكة هم أقرب ما يكون إلى الله عليهم السلام، يحصل لهم عند كلام الله سبحانه وتعالى الفزع والخوف إذا بطلت عبادتهم غيرهم من باب أولى. مفهوم؟ ذكر هنا أبواب أربعة، من يذكرها لي في بطلان عبادة ما سوى الله؟ ها أرفع صوتك. باب قول الله تعالى، ها قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، تمام، وقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ليس لهم ملك، إن تدعوهم لا كيف تدعو من لا يسمعك أصلا ولا يغني عنك شيئا، ولو افترضنا سمعوا، قال لو افترضنا يسمعكم ما استجابوا لكم، فقط قال لا، ويوم القيامة يكفرون بالشرك، أعداء يكونوا بعضهم مع بعض، يقول كيف تشركوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. النبي صلى الله عليه وسلم ظل شهرا يدعو على فلان وفلان وفلان، قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلان، لو قبلت الدعوة في هؤلاء وطردوا من رحمة الله لم يبقى في حقهم إلى العذاب، لكن الأمر ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم فتاب على هؤلاء الثلاثة وأسلموا، وانظر إلى العداوة كيف تنقلب إلى ولاية، فالقلوب بيد الله. مفهوم؟ إذن بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غير باب أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم بالدخول في دين الله، لا أغني عنكم من الله شيء، هذا للعموم، وقال لأقرب الناس إليه يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، يعني النفقة أقدر عليها، أنا أعطيك النفقة، هذا الذي أقدر عليه، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وآمن المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الصدق والحق، ثم نظر فيما وقع فيه بعض الناس اليوم، تبين له غربة الدين وترك التوحيد. مفهوم؟ تمام. إذن الباب الأول بيّن فيه بطلان عبادة ما سوى الله، وبطلان عبادة الأصنام، وبطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غير باب أولى. في الباب الثاني حتى إذا فزع عن قلوبه بيّن بطلان عبادة من؟ الملائكة عليهم السلام، وهم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، إذا كانوا يخافون إذا بطلت عبادتهم باب أولى. الباب الثالث ذكر فيه بطلان إيش؟ ها؟ الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة، يسجد ويفتح الله سبحانه وتعالى علي بن حامد ويقال له ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع، إذن لابد من الإذن. وأخذنا في القواعد الأربع أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، مثبتة منفية. المنفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الله شرك أكبر، والمثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه، لا تطلب إلا من الله، وتطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له، ثلاث شروط جمعت في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك في أحد، وعامة لكل موحد، للنبي صلى الله عليه وسلم، أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، ملائكة، حتى الأفراد الأطفال الصغار يشفعون.
الشفاعة الخاصة ثلاث أقسام، والعامة ثلاث أقسام. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في أهل الموقف، أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، والشفاعة في فتح أبواب الجنة، لأن أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح يفتح له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع عليه الصلاة والسلام، يدخلنا الجنة من غير جزاء ولا حساب. الثاني الشفاعة في عمها أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. الشفاعة العامة شفاعة في رفع الدرجات، كما ندعو الآن في صلاة الجنائز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. الثالث الشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. شرع الله الشفاعة سبحانه وتعالى إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له، وقدر الله سبحانه وتعالى أن أبو هريرة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هناك من يقول لا إله إلا الله ولا تنفعه، مفهوم؟ فهي لا تكون، يقول شيخ الإسلام، إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، مفهوم؟ في ذكر آية ذكرها المؤلف رحمه الله، آية في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم، قل ادعوا الذين زعمتم. قطع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كل ما يتعلق به الكفار في آلهتهم، نفى أن يكون لهم ملك أو قسط أو شفاعة، وبين أن الله سبحانه وتعالى لا يأذن لهؤلاء. نعم، وهذه الآية التي قال عنها ابن القيم أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قل ادعوا الذين زعمتم. نعم، طيب كم بقي؟ 5 دقائق على 9؟ الله المستعان. طيب، بهذا أتممنا القسم الثالث. نريد منكم، بارك الله فيكم، تدخلوا معهد السنة، تختبر، تراجع أول، تراجع أو تسمع الدرس أو تقرأ الكتاب بأي طريقة من الطرق، خلاص تراجع الأبواب الخمسة الأولى مع المقدمة اللي ذكرناها عن كتاب التوحيد، عدد الأبواب وأقسام الكتاب وما إلى ذلك، وتختبر، رسبت اختبر مرة ثانية، رسبت الكمبيوتر يعيد لك الاختبار مرتين وثلاثة، الغرض ترسخ المعلومات وتصل المعلومة صحيحة، مفهوم؟ طيب، نجحت في الاختبار القسم الأول، تنتقل القسم الثاني تختبر فيه، تنتقل إلى القسم الثالث. طيب، ضروري جدا إخوان، وتحضر لنا الدرس القادم إن شاء الله، نستمر نأخذ الأدلة أسباب الكفر ودح حجة من يقول أن الشرك يقع في الأمة وفي الجزيرة والأعمال الشيطانية. أسبوع موعدنا إن شاء الله بعد غدا، غدا لو جد درس، لأنه في درس للشيخ صالح سندي حفظه الله في مسجد البلوي أظن بجانب الجامعة الإسلامية، فموعدنا يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. قبل أن تنصرف، كل واحد يعطيني فائدة وينصرف، إيش رأيكم؟ أحسن؟ يلا، لأن الفقير جاء إلى الغني وقال له: أعطني مما أعطاك الله. قال: انصرف. قال: سبحان الله، اسمي إبراهيم لا ينصرف إلا إذا حلي باللام أو أضف، مفهوم الشيخ؟ ابن مالك رحمه الله يقول: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكن بعد أل ردف. فقال: أنا اسمي إبراهيم ما ينصرف إلا إذا حلي باللام أو أضف، اعطيني تنصرف، ما في انصراف حتى تعطونا فوائد. نعم، يلا يا أخوان، هيا الشيخ أوقف. ها، ما أسمع. كفارة اليمين، تمام.
يقول يخير بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مسلمة خالية من العلوم، أو إطعام 10 مساكين، أو كتوة ما استطاع ينتقل إلى صيام 3 أيام متتالية متتابعة. مفهوم؟ تمام، انصرف. نعم، محبة نوعين، محبة على 3 أقسام: مع الله وفي الله وطبيعية. هاي الشيء إيش؟ الذبح ينقسم إلى 3 أقسام: ذبح لله هدي وضاحي حقيقة وصدقات، وذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر، وذبح جائز. هاي الشيء أنا أريد تعطيني فائدة، أننا إذا رأينا كلاما يعني يظهر فيه أنه فيه شيء أو خطأ من بعض النسخ، يقول العلماء أهل السنة، يقول لا تستعجل في الرد، تريث تأمل. نعم، مفهوم. انظر شروحات، انظر كذا، لا تستعجل. قد يكون في المسألة شيء لا تعلم، قد يكون الحديث ضعيف، قد يكون المسألة فيها خلاف، قد يكون منسوخ، قد يكون كذا، لا تقبل مو مشكلة، لكن لا تستعجل في إيش؟ في الرد. لا خطأ، طيب يخطي صحيح، أنا أعرف يخطي ما في إشكال، مغير معصوم صحيح، لكن تأمل، انظر يا أخي، انظر على الشرح. نعم، جزاك الله خيرا. ها، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأنه ما نقوي ونكثر سواد أهل الباطل، ولا حتى لا يغتر الناس ويقون على هذا الفعل. وقلنا أن العبادة، الصلاة عبادة، لكن مكان يقرر فيه الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة، وكذلك الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هاي الشيخ. نعم، النذر قسمين: نذر لله ونذر، نذر لغير الله شرك أكبر. النذر لله انقسم إلى قسمين: عام يدخل تحت كل مسلم يوفون بالنذر، والنذر الخاص قبل التلفظ محرم أو مكروه على رأي بعض العلماء، شيخ الإسلام يرى أنه محرم. نعم، وإذا تلفظ نقول إما وفاء أو تحنث، وإذا حنث عليك كفارة يمين، وكفارة اليمين على ما يتقدم. أخرجت الجوال، أخذنا القلم، ونأخذ الجوال مشكلة والله. نعم، أشر. نعم، آيفون، آيفون، أيضا ما في مشكلة، سامعينا كلهم. نعم، الشفاعة على قسمين: مثبتة ومنفية. منفية نفاء القرآن تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. والمثبتة تطلب من الله لا من غيره بشروط 3: إذن ورضا عن الشافع المشفوع له. تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد. شروط الاستعاذة بغير الله: يصح أن طلب الدعاء، دعاء المسألة، والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط 4: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه 7. لكن قلنا احتج العلماء بحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق على أن كلام الله صفة من صفاته وغير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر. تمام، وانت واقف. شروط الدعوة إلى الله 5: العلم الشرعي، الإخلاص والعلم الشرعي، ومعرفة حال المدعو، والحكمة والصبر. الدعاء انقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. هذا الإمام.